لو الحكاية فيها إن فيجو صوت رايح جديد ما يصير طب ايه عم اظبط لك شوية ولا ايه؟ مش ظبط ولا ايه؟ السماعة فيها مشكلة نقول لك على السماعة يعني؟ لا ابتدى ابتدى بقى السادة بعض أصحاب الشركات المحلية والسادة أصحاب الشركات السعودية السادة كلهم نرحب بكم في مصر الوطن الثاني قد تكلمنا عن الإنتاج الحاضر المستقبل صناعة السياحة العربية. بعض حضراتكم لمزات نفسها صغيرة مختصرة عن جمعية خبراء السياحة العربية. تم تأسيسها في يوليو 2011 لمجموعة من خبراء السياحة العرب بمصر والسعودية ولبنان ومسقط واليمن والسادة الأكاديميين بجامعة الفيوم وبعض رجال الأعمال المصريين، وكان الدافع الأساسي لتبني تأسيس هذه الجمعية هو النهج العريق والتاريخ العريق للحضارات العربية والتاريخ العربي والذي نجح الغرب في تطبيقه بالحدود الوحدية. والحاضر الذي رأيناه فيه رغبة العالم الخارجي لاستحواذ على أراضينا قطر الدين. وتم إشهار هذه الجمعية في 28/7/2012 تحت مظلة وزارة التجارة والإبتكار. أهداف الجمعية تشجيع السياحة البينية بين جميع الدول العربية، تسهيل حركة التنقل السائح العربي بين الدول العربية، جذب وتشجيع رؤوس الأموال العربية لاستثمار أموال السياحة العربية. تكامل العربي في تبادل خبرات ومشاركة أصحاب الخبرة في صناعة القرار، تقديم اقتراحات لقوانين موحدة وتحديد معايير الجودة السياحية لقطاع السياحة العربية من خلال اللجان المتخصصة للجمعية.